وهتجاوبني بصراحه اكيد. البعض بيتهمك انك اهلاوي وانه في تحليلك تميل دائما وابدا الى انصاف النادي الاهلي وانك بتيجي على نادي الزمالك، شوف بقول لك الكلام ده في لا لا صحيح النادي صحيح الأهلي. طبعا البعض بيقول هذا الكلام. يعني انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، انا بحلل صوره كابتن احمد. نعم. يعني كل واحد فينا بيحلل صوره، انا حللت اللقطه او كوره مع حضرتك في احدى القنوات. من ساعتها انا مره ما رحتش القناه دي تاني عشان انا ما اعرفش ليه. وجهه نظر. وجهه نظر، ما فيش مشكله تحترم. كل واحد حر. انا هنا مثلا عندنا مباراه الاهلي وبيراميدز. انا الوحيد اللي قلت على لعبه وليد الكابتن انها ركله جزاء، يمكن في كافه المحللين انا اللي قلت على لعبه وليد الكابتن ركله جزاء، قلت ان من حق وليد الكابتن انه يحافظ على كورته وانه ما ارتكبش اي مخالفه، وبالتالي انا شايف ان في ركله جزاء موجوده الحقيقه يعني. لصالح وليد الكابتن. لصالح وليد الكابتن، انا قلت رايي. نعم. ده انا هنا ليه بصنف كده؟ ما كده انا بشوف حاله بحللها. انا كنت بحترم النادي الاهلي كتير جدا. نعم. بحترم نادي الزمالك كتير جدا، كل انديه مصر بحترمها. ومش بحلل مباراه الاهلي والزمالك بس. بس دايما مباراه الاهلي والزمالك تاخد حيز طبعا. انا ده شويه ده على فكره في ناس كتير بتصنفني زملكاوي قوي جدا. طبعا. وبتشتم على طول. انا لسه محلل مباراه الزمالك والبنك الاهلي، قلت الاثنين بنالتي بتوع الزمالك، مفيش ركله جزاء. انا قلت رايي مش بنالتي. نعم. قلت والزمالك له ركله جزاء، قلت الثلاث ركلات جزاء. نعم. غير صحيحه. نعم. والزمالك له ركله جزاء لحسام عبد المجيد نتيجه. نعم. المسك الصارخ والمؤثر. نعم. هو الناس بس عايزه تاخده عايزه تاخده. أيوه. وفي بعض الناس ممكن تقول لك ايه اصل ده توفيق سيد عنده انتماء او بيحب النادي الاهلي. حكم اهلاوي وحكم زملكاوي. شوف يا كابتن، زمان واحنا صغيرين شيء طبيعي ان لينا انتماءات. ايوه مش كده برضو؟ مظبوط. لكن لما نيجي ننزل الملعب او حتى في تحليلنا او في شغلنا الكلام ده بيتفصل تماما. صحيح. لكن انا مع احترام وتقدير النادي الاهلي نادي محترم ونادي كبير، نادي الزمالك نادي محترم ونادي كبير، هو انا مش هحبهم اكتر من نفسي. نعم. ده شيء طبيعي جدا. فبالتالي لا ما اعتقدش ان في حكام عندها انتماءات، كل حكم عنده انتماء لنفسه. تعجبني كلمه سمير عثمان لما يقول الحكم حب نفسك. طبعا. رغم ان في ناس كتيره جدا اختلفت مع سمير في الكلمه. ده من احلى لكن من احلى لكن الكلمه ده. الكلمه لما حضرتك تيجي بعد كده تستوعبها تلاقي كلمه جميله جدا. وسمير بيتكلم كلام محترم يعني. طيب. انا بس يحضرني ان انت كنت تقول ان الاعضاء بيتدخلوا عشان حكام دوليين وكده، دي قصه مشهوره ومشهوده ليا. فاكر احياء يرزقون باثناء كابتن سمير زاهر عليه رحمه الله. طبعا. تحسين ابو السادات كان الكابتن سمير كان رئيس اتحاد الكوره. كان شريف صلاح. بالظبط. والاثنين كانوا مساعدين، وهو كان شريف صلاح هو الاحق بالارقام. صحيح. وكان على رحمه الله كابتن حسين فهمي، فالكابتن سمير زاهر قال له تحسين ابو السادات بلدياتي وعايزه يبقى دولي يعني. فالكابتن حسين رشحه، جالي شريف صلاح كنت نائب رئيس اتحاد، شفت الورق لقيته على حق، طلعت انا احتراما للكابتن حسين فهمي قلت له، قال لي اصل التقارير من التقارير، كان شريف شاطر جايب كل التقارير جدا. شريف طبعا شريف صلاح من المساعدين الرائعين. فقلت له مش هيتشال لانه حقه. فالكابتن حسين قال لي بس الكابتن سمير زاهر، قلت له حضرتك رئيس الاتحاد هنا، ولا كاب سمير ولا كاب شوبير ولا اي حد، شريف صلاح عاد دوليا لاعب دولي. انا فاكر ده كويس جدا. ابو السادات كان دوره السنه اللي بعدها. بالظبط. طب انت مع فكره انه الحكم يبقى دولي بالجري بس؟ لا خالص. الجري ده ما هو عنصر من العناصر. نعم. يعني اذا انت حطيت الجري يا كابتن احمد كمعيار، طب ما انت عندك اللغه برضو معيار. نعم. الفنيات معيار. وانا النهارده اقدر اجري وانا مش حكم؟ صحيح. ما انا هاجي خلاص اجيب بتوع العاب القوه. نعم. مع احترامنا وتقديرنا، وندخلهم التحكيم ويخشوا حكام دوليين ويجروا 900 لفه والكلام ده كله. نعم. لكن لا، اول حاجه في حكم ولا ما فيش؟ هنا ابني عليه. اللياقه البدنيه مهمه جدا. طبعا. ده شيء طبيعي. نعم. لكن انا هنا ببني على الحكم. انا في حكم قدامي ولا ما فيش؟ عندي حكم يمتلك الشخصيه انه يكون حكم دولي، دي نقطه مهمه. نعم. ان انت تمتلك الشخصيه ان انت تكون حكم كره قدم. كل اللي هتعمله في شغلك هتتخذ قرارات 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 تصيب وتخطئ. نعم. وناس كتير هتهاجمك وناس كتير هتسقف لك، واللي بيسقف لك دلوقتي هيهاجمك بعد 3 ثواني لو حسبت عليه قرار مختلف. فبالتالي انا دايما بقول مقوله شهيره، الحكم الذي يمتلك شخصيه قويه يقدر يدير اي مباراه يا كابتن احمد حتى لو عنده اخطاء تجاوزت 70%. يا سلام. طبعا. نرجع في ذلك للكابتن محمد حسام رحمه الله عليه. طبعا طبعا. وكولينا الايطالي. نعم. الراجل كان ببصه، والكابتن محمد حسام كان بابتسامه معينه. صحيح. وقوه شخصيه. نعم. كل واحد له فلسفته. لكن الجري هو نقطه مهمه جدا جدا، لكن ما هوش لوحده. طبعا.